السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخدي علي دريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم أغلبية عناصر البولزاريو البولزاريو بنفسها وحتى الجزائر من تكلم معهم على سبب تشكيل مخيمات دوف تقولوا لك على أنه المغرب غزا الصحراء والمغرب احتل الصحراء والصحراويين هربوا من الاحتلال المغربي وقاسوا التندوف واحتضنتهم الجزائر وعدلتهم مخيمات لاجئين هذه فعلا هي القصاصة ولا زاد الكذبة كذبة فعلا اللي كتروج للبوليساريو وكتروج الجزائر واللي كيستقبلها للأسف المتلقي والرأي العام الدولي حتى وكيصدقها لكن هذا غلط وهذه إشاعة وكذبة جملة وتفصيلة المغرب كي تعرفوا كاملين ادخل للصحراء بعد المسيرة الخضراء ولكن المخيمات تندوف بدأت تتشكل قبل المسيرة الخضراء وهنا المخيمات لا تشكلوا قبل المسيرة الخضراء علاش تشكلو من من هاربين الصحراويين علاش البوليزاريو ولا زاد الجزائر شكلوا اول مخيم قبل سنه تقريبا من المسيره الخضراء واللي هو بالضبط مخيم وديان التاطرات واللي تشكل يوم 25 مارس 1974 اليوم الاخوان غنتكلموا على هذا المخيم بالضبط اللي تشكل قبل المسيره الخضراء واللي خلاني بعد انا نعدل هذا الفيديو هو تصريح المحجوب السالك اللي ظهر فيه في برنامج الرمداني بدون لغه خشب واللي ذكر فيه المحجوب السالك على انه مخيمات تندوف تشكلت بعد المسيره الخضراء وإذا نقد نقولكم على أنه خطأ من المحجوب السالك أو على أنه ما هو على دراية حقيقة رغم أنكم تسمعون أن المحجوب السالك أحد المؤسسين النو المحجوب السالك التحق بالبوليساريو بعد سنة تقريبا من وصول البوليساريو كقيادير ومسؤول الأولين بالتندوف الجزائر هذه حقيقة مخيم وديان التاطرالت تشكل يوم 25 مارس 1974 وتعمدت الجزائر والبوليزاريو لأنه شكلوا على مقربة من الحدود الموريتانية وقربوا طبعا الحال من الصحراء المغربية علاش باش يسهلوا وصول الموريتانيين من الشمال من الزويرات من عطار من عيب بنتيلي بي من بيرو مغرين وحتى من نواضيو يوصلوا لهذا المخيم وينضموا لباقي المجموعات اللي استدرجوها فعلا من من من, من من, المغرب من العيون ومن الداخلة ومن بوجدور ومن سمار وحتى من القوير وحتى من قليميم والطنطان والطرفاء وأحسا هذا هو الهدف علاش الجزائر شكلت هذا المخيم في هذا المنطقة بالضبط اللي كتغركم في الفيديو والمعلومات فقط لانني كنجبر دائما دائما كنجبر المغاربه وحتى الصحراويين المغاربه اللي مع المغرب كيواجهوا عناصر بوليزاريو والجزائريين في التيك توك في هذه المنصات في هذه المنابر على مخيمة تندوف وسبب وصول الصحراويين الى مخيمة تندوف هذه حقيقه يا الاخوان لازم تكون عندكم أن مخيمة تندوف تشكلت قبل المسيره الخضراء مخيم تندوف تشكل أول مخيم يوم خمسة وعشرين مارس ألف وتسعمية وسبعين في هذا الحدود بالضبط في تاترارت مخيم وديان تاترارت واللي كان مكلف بهذا المخيم هو أحمد ولد محمد الخر الملقب بالصاروخ هذا بالضبط اللي كلفت به كلفت الجزائر ولا البوليزاريو أنه يكون مسؤول على هذا المخيم وأحمد الخر اليوم كيف العيون هو واحد من الصحراويين المؤسسين الاولين للبوليزاريو واحد من ضحايا البوليزاريو اللي كان في سجن رشيد في اطار ما يسمى شبكه التكنة هو اليوم العائدين واحد المؤسسين ولا زاد فروع ما يسمى وسط عليه حركه الصحراويون من اجل السلام انسان اليوم تواجد في العيون وضد البوليزاريو يواجه البوليزاريو وهذه الحقيقه وكنتمنى في يوم من الايام يردها لانه يعني حسب المعلومات اللي عندي أن البوليزاريو ولا بأمر الجزائر عينوا الصاروخ المدعو الخر هو المسؤول على هذا المخيم اللي قالو مخيم وديان تطرالس فالسؤال مطروح إذا كانت مخيمة تندوف بدات كتشكل قبل المسيرة الخضراء علاش هربوا هذا الصحراويين؟ علاش التحقوا بمخيمة تندوف؟ يقتلهم المغرب المغرب ما فات تدخل المغرب دخل حتى 1975 المسيرة الخضراء بالضبط إذا هنا خوت سر آخر السر هو واضح وضوح الشمس على أن البوليزاري والجزائر عينهم في الصحراوي احتجزهم في تندوف وقبضوهم فعلا واليوم مقبوضين عندهم محتجزين وقبضوا قضية الصحراء اللي هي قضية مصطنعة وشكرتها اليوم عن الجزائر وكتواجه بها المغرب لا أقل ولا أكثر يعني مشكل مصطنع كما لو أن أعصى قابضة الجزائر تخبط بها المغرب في إطار صراع جيوسياسي صراع إقليمي لا أقل ولا أكثر حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم